والله احنا كمصريين يعني كرجاله مصريه احنا نقدر ان احنا نخلي المراه السوريه ناس تتاقلم معانا، ما عندناش اي مشكله. بالنسبه لنا ده شرف لينا يعني. الله يسلمك. ده في زواج ما بيننا وما بين المراه السوريه يعني. بس وبالنسبه للمراه السوريه ان هي تتجوز راجل مصري، والله دي يعني بتبقى حريه شخصيه على حسب المراه نفسها. صحيح، هي من اي علاقه يعني، لا فرق بين سوري ومصري او بين سوريه وبين مصرية، حسب هي الأخلاق والتفاهم بالنهاية. بس عموما برأيك الثقافة المصرية قدرت تتأقلم مع الثقافة السورية في موضوع الزواج؟ طبيعي جدا. طبيعي. طيب احنا كمصريين يعني بنتأقلم مع اي حد، بتتأقلموا. طيب لو راجل سوري تزوج ست مصرية، برأيك هل قادرين يتأقلم ولا يكون الموضوع صعب شوية؟ راجل سوري تزوج مرأة مصرية؟ اه، ايه رايك؟ ممكن العكس يكون افضل بكتير يعني. ليه؟ طيب لو سوري زوج مصريه فيه في الموضوع ده؟ احنا يعني كرجاله احنا كمصريين يعني عندنا كاريزما كده نقدر ان احنا نسيطر على اي حاجه، بالذات على المراه اذا كانت بقى سوريه اجنبيه اي حتى يعني. السوريين عندهم الشخصيه دي؟ عندهم، بس كان المراه المصريه ممكن تكون يعني ايه قويه شويه، تحب الراجل ان هو مثلا ايه، مش قصدي حاجه يعني عامه، اقول لك بس ما اقصد كلام ان هي تحب الراجل اللي ايه يعني المحترم الهادي، محترم وفي نفس الوقت يكون شديد معاه. فهمت عليك، بس اقول لك حاجه يعني شويه، في مدام كمان قالت لي نفس الكلام، بس السوريين مش كده. انت تبعت باب الحاره ولا لا؟ تبعت باب الحاره. عارف ابو شهاب؟ عارف نص السوريين ابو شهاب، عارف معتز كمان، نص السوريين معتز. خلاص بقى انت عارفنا خبزنا وعجلنا بقى. هو نص السوريين زي ابو شهاب ابو عصام، في اشد من كده؟ كنت بمثل دور معتز بوجود حاضر. والله الله عليك. والله كيف بعت لك بنت حلال تسر قلبك وخاطرك. يا ريت والله. شكرا لك يا غالي، الله يسلمك.